الرئيس السيسي يوجه بإكمال إنشاء كافة الخدمات المطلوبة على جميع الطرق والمحاور الجديدة. ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، الحكومة تصدر قراراً بتخفيض عدد العاملين بالمصالح والأجهزة الحكومية. فيروس كورونا يواصل انتشاره بدول العالم، وترامب يعلن بدء مرحلة تطوير لقاح ضد الفيروس. تمام السابعة صباحا في القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، جولة إخبارية جديدة من إكسترا نيوز، أسعد الله صباحكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإكمال إنشاء الخدمات المطلوبة على جميع الطرق والمحاور الجديدة الجاري تشييدها قبل افتتاحها، وكذا رفع المحاور الجاري رفع كفاءتها وتوسعتها كالطريق الدائري، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس برئيس الوزراء ووزير النقل بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلا عن المشروع القومي للطرق والمحاور ومشروعات النقل الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق. وقد وجه السيد الرئيس باكتمال إنشاء كافة الخدمات المطلوبة على جميع الطرق والمحاور الجديدة الجاري تشييدها قبل افتتاحها، وكذا على المحاور الجاري رفع كفاءتها وتوسعتها مثل الطريق الدائري، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل عرض خلال هذا الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، خاصة جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية والخطط المستقبلية لتطوير أسطول وحداتها المتحركة ونظم التشغيل الخاصة بها، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للخط الثالث لمترو الأنفاق. كما عرض السيد وزير النقل مستجدات العمل في تنفيذ خط القطار الكهربائي الذي سيصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وأحياء القاهرة، وكذلك خط مونوريل العاصمة الإدارية لربطها بمدينة السادس من أكتوبر مروراً بمختلف أحياء وضواحي القاهرة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير استعرض كذلك تطورات مشروع رفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بمراحله وقطاعاته المختلفة، فضلا عن تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات. كما عرض السيد وزير النقل المشروعات الخاصة بإنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على نهر النيل، بما في ذلك مشروع إنشاء محور خزان أسوان الحر البديل لاستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا، وذلك في مستهل جولة إفريقية خارجية تشمل كذلك جنوب إفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر، لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة هذه الدول الإفريقية. قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة بمقدار 3% بشكل استثنائي وعاجل، وقلص البنك المركزي سعر عائد الإيداع ليلة واحدة إلى 9.25% والإقراض إلى 10.25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 9.75%. يأتي القرار للمساهمة في دعم النشاط الاقتصادي بقطاعاته كافة، أخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9%.
ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بقطاعاته كافة، بما في ذلك بعض الإجراءات التي ستسهم في تنشيط البورصة المصرية. أضاف رئيس الوزراء أن الزيادة التي تستهدفها موازنة الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل ستكون غير مسبوقة، وستسهم في تعزيز الإجراءات التحفيزية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد. كما أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، وتسري أحكام القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح الحكومة ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاعين العام والأعمال العام، وذلك على أن يكون للسلطة المختصة بكل جهة إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا. عقد وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني اجتماعا بحضور رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة الشراكات السياحية لمناقشة تنفيذ القرار الخاص بتعليق حركة الطيران في المطارات المصرية اعتبارا من الخميس المقبل. أكد الوزيران أنه لن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال مدة التعليق، وأن المطارات المصرية ستستمر في استقبال الطيران العارض والدائم بدون ركاب، وذلك للسماح للوفود السياحية الموجودة حاليا بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتها والعودة إلى بلادهم في مواعيد السفر المقررة على رحلاتهم دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقد أعلن المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاما بمحافظة الأقصر، أما الحالة الأخرى فلمصري يبلغ من العمر 50 عاما من محافظة الدقهلية، كان من بين المخالطين للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 من مارس بالمحافظة ذاتها. وكشف المتحدث عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بالفيروس حتى أمس الاثنين، والبالغ عددهم 166 حالة، من بينهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل وأربع حالات وفاة. وقد وجهت وزيرة الصحة هالة زايد باتخاذ إجراءات وقائية مشددة بمحافظة الدقهلية ومحافظة دمياط والمنيا، وذلك نظرا لرصد عدد من المخالطين للحالات الإيجابية في تلك المحافظات. أعلنت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي إلغاء الاجتماعين اللذين كانا مدرجين على جدول أعمال المجلس لهذا الأسبوع، وذلك بسبب الخشية من تفشي فيروس كورونا. وأضافت الرئاسة الصينية في بيانها أن أعضاء المجلس سيواصلون الاتصالات والمشاورات بشأن الملفات المدرجة على جدول الأعمال بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز المهام المنوطة بالمجلس. ولم توضح الرئاسة الصينية في بيانها كيفية انعقاد المجلس أو اتخاذه مقرراته. أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي من الوفيات بالمرض إلى 3226 حالة وفاة في أنحاء الصين. أوضحت السلطات الصحية الصينية أنه قد جرى رصد 21 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد في الصين نحو 90,000 حالة. وقد أعلنت كوريا الجنوبية عن 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية،
ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد إلى 8320 حالة. من جهته قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إين إنه واثق من قدرة بلاده على التغلب على الفيروس مع استمرار تراجع معدل انتشاره. أما في إيطاليا فسجلت السلطات نحو 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى نحو 28000. وقالت السلطات الصحية الإيطالية إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 2158 حالة وفاة. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه الطلب من الجيش في بلاده بناء مستشفيات مؤقتة لمواجهة فيروس كورونا، منوها خلال مؤتمر صحفي إلى بدء مرحلة تطوير لقاح مضاد للفيروس. عدة أسابيع من العمل المركز يمكن أن يغير الأمور وأن يمكننا من إحراز تقدم. بدأنا المرحلة الأولى من تجربة لقاح، هذه واحدة من أسرع عمليات تطوير اللقاحات في التاريخ. أيضا نسابق الزمن لتطوير علاجات للفيروس، وهناك نتائج واعدة تخفض من شدة الأعراض. وعلي أن أقول أن حكومتنا مستعدة لعمل كل ما يلزم. كما أعلنت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل عقد قمة أوروبية اليوم عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة الفيديو كونفرنس لبحث تداعيات انتشار الفيروس. ويتضمن جدول أعمال القمة مناقشة سبل احتواء انتشار الفيروس وتوفير المعدات الطبية اللازمة وتعزيز البحث والحد من التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتم تقييد تحركات المواطنين بشكل كبير بدءا من اليوم ولمدة 15 يوما على الأقل. أضاف ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيغلق حدوده الخارجية لمدة 30 يوما. كل الرحلات والسفر بين بلدان الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الأوروبي سيتم وقفها لمدة 30 يوما. الفرنسيين الموجودين في الخارج والذين يودون العودة إلى فرنسا بالطبع يمكن لهم أن يعودوا إلى بلدهم. أطلب منكم تضحيات، وهذه التضحيات ضرورية، بذل الجهود لحماية أنفسنا. وأود أن أقول لكل الفرنسيين المغتربين في الخارج أنهم يجب عليهم بشكل منظم أن يتصلوا بالسفارات القنصليات، وأننا سننظم لكل من يرتئي ذلك العودة إلى البلد. لابد أنكم تدركون وفهمتم بأن هذه الأزمة الصحية التي لا سابق لها ستكون لها تبعات اجتماعية اقتصادية وبشرية واجتماعية، وهذا هو التحدي الذي يجب أن نرفعه. أطلب منكم تضحيات للحد والكبح من تفشي الوباء. وقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن بلاده ستنشر 100,000 شرطي لتطبيق إجراءات الإغلاق التي أمر بها الرئيس الفرنسي لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد. أضاف كاستانير أن مخالف الإجراءات يواجهون غرامة تصل إلى 135 يورو. وقد أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بفرض إجراءات الحجر الصحي في جميع أرجاء البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا بعد التأكد من إصابة 33 شخصا بالفيروس. قال مادورو في خطاب متلفز إن القرار سيطبق بدءا من اليوم، مشيرا إلى أن الإجراء ضروري ولا غنى عنه لمواجهة تداعيات الفيروس. توقع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي أن يصاب جزء كبير من الشعب الهولندي بالفيروس في المستقبل القريب، مشددا في خطاب له على ضرورة التعاون المشترك بين كل قطاعات المجتمع الرسمية والمدنية والأهلية. أضاف روتي أن إيجاد لقاح مضاد للفيروس قد يستغرق أشهرا،
وأنه يجب القيام باللازم لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً والحفاظ على النظام الصحي من أي انهيار أو خلل وفق تعبيره. أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. أضافت في بيان لها أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 133 حالة، كانت السلطات قد أعلنت تعافي 6 حالات منها، أما باقي الحالات فتخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي. قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ريك برينن إن المنظمة ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة. أضاف أنه يشعر بقلق بالغ من انتقال الفيروس في منطقة دمرت فيها الحرب الأهلية الدائرة منذ فترة طويلة النظام الصحي هناك. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية على أبناء الشعب المصري في المناطق الأكثر تضررا، أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للقيام بمعاونة أجهزة الدولة في رفع الآثار الناجمة عن الطقس السيء والتي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية. بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتخفيف الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية على أبناء الشعب المصري في المناطق الأكثر تضرراً، أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للقيام بمعاونة أجهزة الدولة في رفع الآثار الناتجة عن موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، ودفع عربات وماكينات شفط المياه المجهزة للمساهمة في تنفيذ أعمال الإغاثة للطرق المتضررة بمناطق عدة منها مصر الجديدة، طريق الأوتوستراد، نفق العروبة بصلاح سالم، طريق السويس، ومداخل مدن الرحاب ومدينتي، من خلال دفع أطقم الإغاثة بطاقة 35 طاقم إغاثة وعدد 64 عربة كاسحة للمياه. كما تضمنت الأوامر قيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وإعداد مساعدات للمتضررين تشمل جميع الاحتياجات من البطاطين والمواد الغذائية وتوزيعها لعدد 5000 أسرة من المتضررين بمناطق الصف بالجيزة ومنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بحلوان. جانبهم أعرب المواطنون عن عميق شكرهم للقوات المسلحة على سرعة استجابتها في تقديم المساعدات المختلفة لهم ولأسرهم. القوات المسلحة دايما بتمدنا بكل اللي احنا محتاجين. تحية خاصة للجيش المصري ورجال الجيش المصري اللي جم ينقذونا من القلق اللي احنا فيه وينقذوا الناس الغلابة، وكلنا في ظهر جيشنا وشرطتنا. وتحية مصر، تحية مصر، تحية مصر. كما قامت عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدفع عدد 34 معدة هندسية في قرية الدسمي مركز الصف بالجيزة لرفع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وإعادة تأهيل أحد الجسور المنهارة بالمنطقة فضلاً عن أعمال شفط المياه. يا
يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستمرارا لجهودها الإنسانية في تقديم الدعم والمساعدات العاجلة للمواطنين والتخفيف من آثار الأزمة التي تعرضوا لها خاصة في المناطق الأكثر تضررا. أمنيا، نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في تحقيق العديد من النجاحات خلال أسبوع، حيث تمكنت الداخلية من استهداف عدة بؤر إجرامية وضبط 311 متهما. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ونجاحات تحققت خلال أسبوع في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 311 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1041 قطعة سلاح ناري، من بينها 183 بندقية و88 بندقية آلية ورشاش و58 مسدس و710 فرد محل الصنع وجيرينوف وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 1741 طلقة متنوعة، إضافة ل 1517 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 459,506 حكم قضائي، من بينها 1939 حكم جناية و 163,544 حكم حبس و 229,494 حكم غرامة و 64,529 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 25 تشكيلا عصابيا ضموا 81 متهما قاموا بارتكاب 117 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 50 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 79 متهما، كما تم إعادة 26 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1054 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1124 متهما وبحوزتهم قرابة 123 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 15,000 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 14.5 كيلوغرام وكمية من الاستروكس بلغت قرابة 13.5 كيلوغرام وعدد 42,521 قرص مخدر. وتواصل وزارة الداخلية بذل العطاء لفرض الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وضبط الجرائم المختلفة ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون. قامت كاميرا إكسترا نيوز بجولة في عدد من المجمعات الاستهلاكية للوقوف على مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين وعن مدى رضاهم عن جودتها وأسعارها. تتواصل جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وتحرص وزارة التموين على دعم المجمعات الاستهلاكية بالمخزون الكافي من السلع الأساسية
بأسعار مناسبة في مختلف محافظات مصر. كله مناسب يعني الحمد لله، الزيوت موجودة بأنواعها والمكرونات بأنواعها الحمد لله، لا كل حاجة موجودة الحمد لله. وما انت لما تشتري وغيرك يشتري فيه مش قادر او ما جابش الوقت هيجي هتعمل أزمة، فهذا ده حرام والاحتكار حرام، ما انت كده بتاخد الحاجة بتحتكرها حرام. بلاقي كل حاجة موجودة صراحة، ما بجيبش الا من هنا. السلع متوفرة بكثافة يعني، مفيش أي خنقة في السلع، مش أي مشكلة. وطبعا بالأسعار التمونية. تحرص المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مختلف المناطق على توفير كميات من سلع السكر والزيت والأرز والفول وغيره من البقوليات والمكرونة بأصناف متنوعة لإرضاء جميع الأذواق. السلع الأساسية متوفرة وبكميات كبيرة جدا، يمكن انت طبعا بالنظر بتاع عينين سعادتك موجود، زائد ان الشركة موفرة في المخازن مخزون يكفي مش أقل من 4-5 شهور، ده بناء على تعليمات الوزارة التموين والشركة القابضة، كل حاجة متوفرة بأسعار تبدأ من اللي هو مش عايز نقول محدود الدخل، لا معدوم الدخل. تتوفر أيضا بالمجمعات الاستهلاكية كميات مناسبة من اللحوم والدواجن المجمدة واللحوم الطازجة البرازيلي واللحوم الحية السوداني، كما وفرت الشركة المصرية لتسويق الأسماك جميع أنواع الأسماك بمجمعات الأهرام الاستهلاكية. احنا عندنا متوفر الكندوز اللي هو السوداني، ومتوفر اللي هو الضاني البلدي، الكندوز ب 85 جنيه أي قطعة فيه، والضاني ب 100 جنيه ضاني بلدي. بنوفر كميات الحمد لله بتغطي الطلبات بتاعتنا. اما بالنسبه للمجمدات بتبقى على فترات، انا بجيبه بخزن على فترات، يعني ممكن يبقى عندي مخزون يكفيني شهر يكفيني شهر ونص طبقا لتواريخ الصلاحيه. تحرص الدوله على توفير المخزون الكافي من السلع للمواطنين والتعامل بقبضه من حديد مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون اخفائها او يرفعون الاسعار بلا مبرر، وتم تكليف مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بشكل رسمي استضافة ملعب جابوما في مدينة دوالا الكاميرونية لمباراة النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، كما من المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 29 من شهر مايو المقبل. يذكر أن النادي الأهلي سيواجه الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما ينتظر أن يلاقي الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في الدوري ذاته. كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أيضا استضافة ملعب الأمير مولاي عبد الله بالمغرب لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، من المقرر أن تقام المباراة النهائية في 24 من شهر مايو المقبل. يذكر أن فريق بيراميدز سيواجه فريق حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية أملا في بلوغ الدور النهائي. قال جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إنه سيطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل إقامة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بسبب فيروس كورونا. كان من المفترض أن تقام النهائيات ما بين 12 يونيو وحتى 12 يوليو المقبلين في 12 مدينة أوروبية، وتفتتح المنافسات في العاصمة الإيطالية روما بملعب الأولمبيكو. يسود البلاد اليوم طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الجولة، هذا تذكير بعناوينها.
الرئيس السيسي يوجه بإكمال إنشاء الخدمات المطلوبة على جميع الطرق والمحاور الجديدة. ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، الحكومة تصدر قراراً لتخفيض عدد العاملين بالمصالح والأجهزة الحكومية. فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره بدول العالم، والرئيس الأمريكي يعلن بدء مرحلة تطوير لقاح مضاد للفيروس. بإمكان حضراتكم دوماً متابعة مزيد من الأخبار والتقارير عبر موقعنا الإلكتروني extranews.com. إلى اللقاء بإذن الله.